فريق أبسي أجاكسيو، بينما هذا الفريق هو أتلتيكو كلوب أجاكسيو. بالمختصر أكا كينكيلا الكونغولي وزع خطير هدف أول في المباراة، هدف أول في المباراة لثلة وشلة من أنصار أجاكس والفرحين المسرورين بهذا الهدف. حتى الأعلام المكسيكية طبعا مناصرة وتشجيعا لأوشوا البارع. شوف انطلاقة كينكيلا الكونغولي الذي كنا نتحدث عنه، وزع كرة بامتياز وصلت على طبق لمن؟ لفريدريك ساماريتانو الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة. كنت أقول نظرية كرة القدم من لا يسجل يقبل، هل كان هناك خطأ ضد بوكاريني بوكاريك باكاريكوني أو على باكاريكوني؟ سقط قبل أن تصله الكرة، وصلت إلى القصير الخطير فريدريك عملاق بولارد وماكسيم غونالون بريندير ماكسيم غونالون. كرة تبقى لصالح نيو ميرالام بيانيتش النتيجة. وأخيرا لساندرو بعد كرة رائعة بالمصدرة وبالدقة على رأس لا تخطئ المرمى، هذه المرة الرأس الأرجنتينية في الشباك المكسيكية، هدف تعادل لأولمبيك ليوني على ملعبه جنوب شرق فرنسا في ليون الجميلة المدينة الفرنسية. رأسية مخادعة للمكسيكي أوشوا، تألق وكان بارعا طيلة أطوار المباراة، ولكن العقرب الأرجنتيني بالرأس لم يخطئ المرمى.